مرة أخرى عرضية في منتهى الخطورة، وبعد ذلك تحولت إلى ركنية. كرة طويلة بعيدة عن الكل، سهلة بعد ذلك عند حارس المرمى متعب شراحيلي. عبد اللطيف، لطيف تغيير اتجاه اللاعب للمرمى، خطيرة داخل منطقة الزاوية. سهلة الكرة، ربون الجميل ولعبة أخرى. مش كل مرة يا سلام، تعادل إذا جاء بالنسبة للهلالية. كرة عرضية بالراس ولكن فيها صرمة. بالنسبة للهلال تمريرة تهري باصي إلى سلمان ولكنها بعد ذلك بعيدة عن لمسة لكانو. كانو يلعب كورة أخرى من الجميل ولعبة أخرى. مش كل مرة يا سوادي، هذه سهلة من جانب 16.